مشاهدينا الاعزاء في انطلاقات هذا اليوم، ولا زلنا نسير مع اشواط التنافس الاولى في هذا اليوم، وهو اشواط الانتاج المحلي من انطلاقات وتحديات المرموم وسباقاتها المميزه. ينطلق شوطنا الثالث على البركه حبلنا الكريم على ارضيه ميدان دستور. نهني كل الاخوه الفائزين في الانطلاقات الاولى من خلال هذا الانتاج وهذا التحدي وهذه الفكره التي انطلقت في هذا الموسم لتبعث دائما الامل في نفوس الاخوه المضمرين والملاك والمنتجين لهذه النوعيات الفريدة والنوعيات المميزة في سباقات عالم الهجن. انطلق على بركة الله هذا الشوط لتسير هذه النوعيات وهذه الأسماء بمشاركة قوية مع شوط الأبكار الثالث، وهنا اللي في المركز الأول استفتحت البداية الشاهينية محمد بن أحمد بن قنون الفلاسي، من ينطلق على أول المراكز حبلنا الكريم. المركز الثاني وصلت شعلة حمد بن محمد بن حميد المالكي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث شعال بن العوضي الان يتدخل هنا مع وجود شموخ مشاهدينا الكرام لمحمد بن ناصر بن العوضي المنهالي، انطلقت على ثالث المراكز. المركز الرابع نصل لشعار بالصايغ هنا في هذه اللحظات، مسعود بن مهير بالصايغ المزروعي ليقدم دمعه في المركز الرابع، بينما المركز الخامس شعار بالضبيعه ويتدخل من قبل عجيبه من احتلت المركز الخامس. سالم بن محمد بالضبيعة هي من تتواجد في المركز الخامس. سادس المراكز هنا في هذه اللحظات المواصلة أو الواصلة لمسالم بن رملي العامري يحتل المركز السادس. المركز السابع مشاهدينا الأعزاء منصور أحمد بن عبد الله بن راشد بن معدن الاجتبي. المركز الثامن وصلت الآن عذبة سلطان بن خليفة بن حاسوم الدرمكي. المركز التاسع شعار بالعضيلي يتدخل شعار الصمود على المركز التاسع، بينما المركز العاشر يأتي مع طيارة أحمد بن محمد بن كراز المهيري. هذه الأسماء الأولى أيها الحبل الكريم مشاهدينا في تحدي هذا الشوط في لقاء هذه الأسماء المنطلقة مشاهدينا الأعزاء، عودة إلى الصدارة وعودة إلى البداية التي تنطلق في هذه الأسماء وهذه النخبة. ونعود إلى بن قنون الفلاسي هنا في المركز الأول، ما شاء الله تبارك الله الشاهيني محمد بن أحمد بن قنون الفلاسي هو الآن من يبحث عن الناموس، يبحث على الانتصار، بينما المركز الثاني هنا المالكي يتواجد مع شعلة حمد بن محمد المالكي في المركز الثاني. لكن وصلت سلهودة، وصلت سلهودة المظفر بن محمد بالعضيلي العامري وصل ليحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع شموخ لمحمد بن ناصر بن العوضي المنهالي. ولكن شعار بن رملي العامري وصلت الواصلة مشاهدين الأعزاء للرملي بن تعود ملكيته مشاهدينا الاعزاء لسالم بن رملي العامري، يصل الى المركز الرابع في هذه الاثناء، بينما الخامس هنا ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي يصل مع هيام اللي تحتل المركز الخامس. بينما مشاهدينا الاعزاء نسير الى المقدمه، نسير الى ذي التي انطلقت الاسماء معها في تحركات الرمق الاخير لهذا الشوط مثيره واصله. ناصر بن حمد بن سهيل بن عويض الخيالي، لكن العوده لا زال على المركز الأول. لكن هناك الله يا سلودة غيرت النتيجة، مظفر بن محمد بالعضيلي العامري غير إلى المركز الأول. حتى الآن لم يستخدم أي طاقة من طاقات سلهودة، بدأ الآن يحرك محركاته ما شاء الله تبارك الله. واصل ناصر بن حمد بن سهيل الخيالي يحتل المركز الثاني في هذه اللحظات مع انطلاقة مثيرة على ثاني المراكز. لكن المركز الأول لا زالت الصمود هنا مع سلهودة صامدة في المركز الأول، مظفر بن محمد بالعضيلي العامري ومثيرة قادمة بكل قوة، ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي. لكن خلاص عودة للمرة الثانية، تهانينا والناموس لمظفر بن محمد بالعضيلي العامري في انطلاقات هذا اليوم، في انطلاقات أشواط الإنتاج الشخصي. انطلقت مشاهدي الأعزاء سلهودة لتحقق الانتصار مع هذا الشعار مرة أخرى، تهانينا لمظفر بن محمد بالعضيلي العامري. هنا شعار الصمود. المركز الثاني ناصر بن حمد بن سيل بن عويض الخيالي يقدم مثيره. المركز الثالث هيام لناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي. المركز الرابع مشاهدينا الاعزاء وصلت الواصله لسالم بن رملي بن محمد العامري، بينما المركز الخامس شعار بن معدن هنا يقدم منصوره احمد بن عبد الله بن راشد بن معدن الاجتبي اللي وصل واحتل المركز الخامس. مشاهدينا الاعزاء البقيه تصل في انطلاقات هذا التحدي، في تحدي هذا المشوار، في اسماء مشاهدينا الكرام.
منطلقة في هذه اللحظات، لكن نعود بالتوقيت الزمني من خلال الحضور المتابعة، وهنا عودة لبالعضيلي مرة أخرى ليحقق ثاني الانتصارات في أشواط الإنتاج في هذا اليوم بتوقيت زمني مقدار 4 دقائق 36 ثانية، 8 أجزاء من الثانية الذي قدم سلهودة. تهانينا لمظفر بن محمد بالعضيلي العامري الذي قدم مع شعار الصمود هذه الأسماء في انطلاقات هذا اليوم في سن الصغار والبحث عن الناموس، البحث عن الأسماء العملاقة تبدأ من هذا السن مشاهدينا الكرام. بينما المركز الثاني مع الوصول مثيرة حمد ناصر بن حمد بن سيل بن عويضة الخيالي ب4 دقائق 38 ثانية وجزئين من الثانية كان وصولها في اللحظات الأخيرة، واستطاعت أن تحقق ثاني المراكز. تهانينا على الفوز والانتصار، ثالث المراكز اللي وصلت من خلال مشاهدي الأعزاء هيام لناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي ب4 دقائق 39 ثانية وخمسة من الأجزاء من الثانية مشاهدينا الكرام. هكذا هي كانت النتيجة حاضرة بالتوقيت الزمني في انطلاقات هذا اليوم.